بين يوم مضى وآخر يطول هذا حصاد أحداث 24 ساعة الماضية. فأهلا بكم والبداية مع العناوين. في اجتماع الحكومة تشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومدبولي وجهه بالإغلاق الفوري للمخالفين. توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة باستثمارات 7.5 مليار دولار. بتوجيهات رئاسية مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء بجمهورية الكونغو الديمقراطية. إلى تفاصيل الأحداث، جدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدا متسارعا في أعداد المصابين. وخلال اجتماع مجلس الوزراء شدد مدبولي على جميع الوزارات والجهات المعنية بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا وغلقها فورا. وأشار رئيس الوزراء إلى جهود مختلف مؤسسات الدولة بالتعاون مع المؤسسات العالمية بهدف توفير أكبر عدد من لقاحات كورونا والتوسع في عمليات تطعيم المواطنين. من جانبها أشارت وزيرة الصحة إلى أنه جاري الانتهاء من تجهيزات مركز أرض المعارض للبدء في افتتاحه الشهر المقبل أمام المواطنين لتلقي اللقاحات، مع استمرار العمل على زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح، كما استعرضت وزيرة الصحة جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للأكسجين. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور أحمد جودة الجزار، أستاذ الأمراض الصدرية وعميد كلية طب بنها الأسبق. دكتور أحمد، كل عام وحضرتك بخير. كل عام وسعادتك بخير. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. طبعا في البداية، مع دخول فيروس كورونا في الموجة الثالثة كما يصنف، أهم النصائح المهمة لتجنب الإصابة بكورونا؟ وعشان ناخد بالنا ان الموجة الثالثة والتحور الحادث حاليا، الفيروس شديد الانتشار وشديد الإصابة وشديد العدوى، بمعنى ان لو واحد في الأسرة أصيب الأسرة كلها بتصاب. وعشان كده يعني أهمية منع التجمعات والإفطار الجماعي مش ناخد بقى الأجازة الثلاث أيام اللي جايين دول، الناس تقعد في القهاوي. الدولة بتشدد يعني على يعني اتباع الإجراءات الاحترازية، ما خرجش من بيتي إذا كنت لابس الماسك، غسل الايادي باستمرار، ما فيش استلام بالايادي نهائي. يعني الاجراءات دي مهمه جدا. طبعا بالاضافه بقى يعني للاجراءات الاحترازيه، التطعيم، والتطعيم دلوقتي متاح في كل مراكز التطعيم. التطعيم مهم جدا، هو مش يمنع المرض لكن يحد من شده الاصابه ويحد من الوفاه. الفيروس التحور الحادث شديد الاصابه وشديد الخطوره، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده. كل انا بناشد كل الجمهور وكل اللي بيشوفونا دلوقتي، الموضوع جد وخطير، خطير جدا، ولازم ناخد بالنا من النقطه دي جدا. التجمعات ممنوعه، اللبس الماسك مهم، الغسيل الايادي باستمرار، التطعيم مهم جدا، الاهتمام بساعات النوم. يعني برضو الناس ما تسهرش كتير، وبعدين ما تنام، يعني تنام ساعات الكافيه، عشان ده بيقوي المناعه بحيث تقدر المناعه الطبيعيه تتغلب على الفيروس. نعم دكتور أحمد، يعني في ظل هذه الأزمة كيف يتم التعامل مع توفير الدواء في المستشفيات؟ الأدوية بصراحة يعني الدولة موفرة الإمكانيات في جميع المستشفيات، سواء المستشفيات وزارة الصحة، التأمين الصحي، المستشفيات الجامعية، كل مكان مجهز فيه مستشفى عزل، والأكسجين موجود كافي جدا. الأدوية المطلوبة للعلاج الحالات وفي العناية المركزة وأدوية الطوارئ كلها متوفرة. ده الخدمات للكوفيد، بالاضافه للخدمات العلاجيه للامراض الاخرى كلها يعني ماشيه بنفس التساوي. لكن نعم، الفكره كلها كل الامكانيات متاحه، بس المريض والاسره متاحه، اسره العنايه المركزه في كل المستشفيات موجوده بوفره، بحيث ان يعني اهم شيء احنا ناخد بالنا عشان ما نوصلش للخطوره ونعمل يعني اجهاد للمستشفيات. نعم، يعني
بعدم الوعي الجمهور بالاجراءات الاحترازيه وخطوره المرض. ومع طول الفتره سنه سنه ونص دلوقتي الناس بدات تتراخى شويه. لا، التحور الحادث ده خطير جدا. نعم، شكرا جزيلا السيد الاستاذ الدكتور احمد جودة الجزار، استاذ الامراض الصدريه وعميد كليه طب بنها الاسبق. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقد انشاء اكبر مجمع للبتروكيماويات في افريقيا والشرق الاوسط، وسيقام المشروع بالمنطقه الصناعيه بالعين السخنه بتكلفه استثماريه تبلغ 7.5 مليار دولار، وسيتم تنفيذه على مساحه 3.56 مليون متر مربع، ويهدف لانشاء مجمع صناعي لتكرير وانتاج مجموعه من المنتجات البتروليه والكيماويه ذات القيمه المضافه. ويعد الغرض من هذا المجمع الصناعي تحقيق قيمة مضافة مرتفعة في صناعة البتروكيماويات وسد احتياجات السوق المحلية وتقليل حجم الواردات وخلق فرص تصديرية للمواد المنتجة. كما شهد دكتور بدبولي توقيع عقد اتفاق تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير بين هيئة المتحف المصري الكبير وتحالف دولي بقيادة إحدى الشركات للإنشاءات، والذي فاز من بين 5 تحالفات دولية أخرى بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف. وأكد وزير السياحة خالد العناني أن الهدف من إبرام هذا الاتفاق هو استخدام الخبرات والكفاءات القادرة على تقديم وتشغيل خدمات هذا الصرح الثقافي والمقصد السياحي المهم بمستوى يضاهي إن لم يكن يفوق كبرى المتاحف والمقاصد السياحية العالمية، وذلك بما يدعم دور المتحف في تنشيط حركة السياحة والتنمية الاقتصادية بمصر في إطار مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي برفع كفاءة وتطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة ليكونا على أعلى مستوى وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لبحث جهود التطوير والتنمية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، حيث أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أنه يتم العمل على تنفيذ خطة تستهدف الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتمتع بها المدينة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والأنشطة السياحية والاقتصادية المتنوعة الخضراء الآمنة المستدامة. كما استعرض محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي تقريرا حول جهود التنمية السياحية في مدينة الغردقة. كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ مبادرات التمويل العقاري التي كلف بها الرئيس السيسي، وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري تعد مبادرة استثنائية تستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال دعم قدراتهم على تملك تلك الوحدات ومن خلال توفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عام وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%. كما أكد أهمية التنسيق لإضافة برنامج مؤقت داخل المبادرة للوحدات التي يتم تنفيذها في مختلف مدن الجيل الرابع. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلمة خلال احتفالية التوقيع عبر الفيديو كونفرنس على برنامج الشراكة مع الدولة PCP بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو لمدة 5 سنوات. وأكد مدبولي أن هذا الحدث يعد إضافة جديدة وقوية للتعاون المستمر بين مصر والمنظمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى سعي الدولة إلى العمل مع المنظمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية. كما أكد مدبولي أن خبرات الدول الأخرى تؤكد مدى نجاح البرنامج وإسهامه في جهود التنمية الصناعية وتطوير المدن الصناعية المتكاملة وتنمية الصادرات من خلال منتجات وطنية ذات جودة ومواصفات عالية تواجه التحديات والمنافسة الشرسة في الأسواق العالمية، لافتا إلى حرص مصر الشديد على دعم القطاع الصناعي لما له من أولوية كبيرة في الاقتصاد الوطني. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لاستعراض التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات البلدية، وأكد مدبولي الأهمية التي توليها الحكومة لهذه المنظومة
لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات. ووجه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في التشغيل التجريبي لأربع محافظات كمرحلة أولى هي القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية. أصدر رئيس الوزراء قرارات بتنظيم العطلات الرسمية بمناسبتي عيد العمال وشم النسيم، بحيث يكون السبت الأول من مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، وأن يكون الاثنين الثالث من مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم. كما أصدر الدكتور مدبولي قرارا بتعطيل العمل الأحد الثاني من مايو، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سبق أن أصدر قرارا بأن يكون غدا الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلا من الأحد 25 أبريل. هذا وقد هنأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جموع المصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيده الله عليهم بالسعادة والخير. كما هنأ الدكتور الشعب المصري بمناسبة عيد العمال، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير واليمن والبركات. وأكد مدبولي أن عمال مصر هم بنات حضارة مصر ونهضتها على مر التاريخ. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية تحمل كميات كبيرة من المساعدات الطبية. تأتي تلك المساعدات تأكيدا على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والكونغو الديمقراطية، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية في أوقات المحن والأزمات. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار ندجلي بكنشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية الممثلة في الأدوية والمستلزمات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. تأتي تلك المساعدات تأكيدا على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والكونغو الديمقراطية، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في أوقات المحن والأزمات، وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم. منطقة سجون المرج تستقبل وفدا من وسائل الأعلام الدولية والمحلية، وتوقيع أول مذكرة تفاهم بين إحدى الشركات الكورية الجنوبية والوطنية لصناعة السكك الحديد، وانطلاق مبادرة مصر تستطيع لدمج أصحاب الهمم في المجتمع. المزيد في سياق التقرير التالي. استقبلت منطقة سجون المرج وفدا من وسائل الأعلام الدولية والمحلية وعددا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للاطلاع على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة للنزلاء السجون وما يقدم لهم من خدمات. يأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى تأهيل وإصلاح النزلاء مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان. شهد وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد توقيع أول مذكرة تفاهم بين إحدى الشركات الكورية الجنوبية والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطين صناعة الوحدات المتحركة في السكك الحديد ومترو الأنفاق وزيادة نسب المكن المحلي إلى 75%.
أقامت إحدى الشركات الصينية مراسم حفل صب آخر خرساني للمبنى C1 الذي يقام بمشروع CBD بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. يعد هذا هو أول مشروع عملاق في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما سيتم تسليم البرج الأيقوني في منتصف 2023. تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة انطلقت مبادرة مصر تستطيع لدمج أصحاب الهمم في المجتمع، حيث استطاعت البطلة نورهان عثمان احتراف رياضة التزحلق على الجليد ضمن المبادرة لدمج أصحاب الهمم في الرياضات المختلفة وتنمية مواهبهم. تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، أقامت دار الأوبرا المصرية أمسية رمضانية امتزجت خلالها عبقرية موقع مسرح النافورة بالصوت الساحر محمد منير، حيث احتفل بذكرى تحرير سيناء موجها التهنئة لجموع المصريين. تواصلنا معكم من التلفزيون المصري ونتابع بعد قليل. شكري يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. استقبل وزير الخارجية سامح شكري المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وخلال اللقاء تم تبادل الآراء إزاء مستجدات القضية الفلسطينية وسبل الدفع قدما بمسار السلام، حيث استعرض شكري رؤية مصر في هذا الصدد والجهود الرامية لتوفير مناخ مواتن لاستئناف الحوار وصولا إلى إطلاق مسار تفاوضي شامل على أساس مرجعيات القانون الدولي. كما أعرب شكري مجددا عن قلق مصر جراء تصاعد وتيرة الاعتداءات في القدس، مؤكدا ضرورة وقف تلك الانتهاكات التي تستهدف هوية المدينة ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. الرئيس الصومالي يطالب بالعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات رئاسية، ومقتل شخصين على الأقل في تظاهرات ضد المجلس العسكري في تشاد. المزيد في سياق الجولة الإفريقية التالية. مع جولتنا في القارة السمراء نلتقط من بعض بلدانها أخبارا ونستهلها بالصومال التي تمر بأسوأ مراحل العنف السياسي منذ سنوات، وبدأت بإعلان الرئيس بتمديد فترة ولايته. فقد دعا الرئيس محمد عبد الله إلى العودة للحوار وإجراء انتخابات رئاسية. دعوة الرئيس الصومالي أكدها أنه سيلقي كلمة أمام البرلمان السبت القادم يطالب فيها بالموافقة البرلمانية على إجراء انتخابات تحسم الجدل السياسي الذي يهدد أمن البلاد. ما زلنا في الصومال التي أحبطت قواتها هجوما بسارة شنته ميليشيات تنتمي لتنظيم القاعدة على جنوب العاصمة مقديشيو إثر محاولتهم دخول مركز قوات مصلحة السجون مع تفجيره، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإحباط قوات مصلحة السجون هذه المحاولة. نختتم الجولة من تشاد التي عاشت عاصمتها إنجامينا هدوءا تاما بعد يوم من مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية عقب مقتل الرئيس وتولي ابنه السلطة. وقد انتشرت قوات الأمن بكثافة في ضواحي العاصمة، فيما ظهرت في شوارعها إطارات محترقة وسط دعوات المعارضة بمزيد من المظاهرات ومطالب غربية بإنهاء الخلافات والعودة إلى الأمن والاستقرار.
اعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلقاء خطابه أمام الكونغرس بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة. ومن المقرر أن يتضمن الخطاب إطلاق مبادرة لدعم الأسرة والطفل والتعليم في الولايات المتحدة، حيث سيعلن عن استثمار 1.8 تريليون دولار أمريكي في أوجه الرعاية للأسرة والطفل والتعليم على نحو يعيد رسم دور الحكومة في حياة الأمريكيين برغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المجتمع والإنفاق العام في الولايات المتحدة. كما يعتزم بايدن الإعلان عن مدى فترات سداد القروض الخاصة بدعم الصمود المالي للأمريكيين في مواجهة جائحة كورونا بلا أي أعباء أو فوائد إضافية. تخطت جائحة كورونا عتبة جديدة من التصاعد في الهند، حيث تجاوز عدد المتوفين جراء الجائحة 200,000 حالة، وهي حصيلة غير مسبوقة نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المزدحمة. ويعمل الصليب الأحمر الهندي بدعم من الاتحاد الدولي جنبا إلى جنب مع السلطات لمساعدة شعب الهند بالمعدات الطبية كاسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية المضادة للفيروسات وخدمات الدم وغيرها لاحتواء الجائحة. عقب تسجيل حصيلة قياسية بأكثر من 3,000 وفاة وإصابة قرابة 361 حالة إصابة بسبب السلالة المتحورة لفيروس كورونا المعروفة بالمتحور الهندي خلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة الصحة الهندية تجاوز عدد الوفيات الإجمالية إلى 200,000. وخلال شهر إبريل وحده سجلت الهند 6 ملايين إصابة. ويأتي ارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين بالفيروس التاجي بينما يواجه النظام الصحي صعوبة في التكفل بالمرضى نظرا لاكتظاظ المستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين والأدوية. أمام هذا الوضع صارعت عدد من دول العالم إلى إعلان مساعدات عاجلة وفورية للحكومة الهندية لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة، وإن كانت الأزمة أشد خطرا في العاصمة نيودلهي حيث تحدث وفيات على أبواب المستشفيات المزدحمة. وقد أعطت الهند حتى الآن 150 مليون لقاح، واعتبارا من يوم السبت سيتم توسيع البرنامج ليشمل جميع البالغين مستهدفا 600 مليون شخص إضافي. الآن مشاهدينا مع الجولة الصحفية في أحداث 24 ساعة، نبدأ من جريدة اليوم السابع. التضامن رفع ميزانية السنة الأولى بالمرحلة الثانية لحياة كريمة ل 200 مليار جنيه، ومستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة. خصص رئيس السيسي ميزانية ب 515 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، والسنة الأولى رفع الميزانية من 150 إلى 200 مليار جنيه. الأهرام محافظ القاهرة جاري الانتهاء من مشروعات إسكان العشوائيات، كما أكد المحافظ أن جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان العشوائيات في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين. جريدة الجمهورية زراعة الوادي الجديد تقود مبادرة لإحياء مشروع البيتيلو بفائدة 5%. المالية تعلن أن الاحتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية الواردات أكثر من 7 أشهر، والبنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 9.25% للإقراض و 8.25% للإيداع. كل هذا والمزيد في التقرير التالي. نبدأ تقريرنا الاقتصادي من تصريحات وزير المالية محمد معيط الذي أعلن أن احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز 40 مليار دولار يغطي فاتورة الواردات والخدمات لأكثر من 7 أشهر. وتوقع معيط أن يصل الفائض الأولي لميزانية العام المالي الحالي إلى 1% من الناتج المحلي و1.5% في السنة المالية المقبلة. وأضاف أن العام المالية الجديد سيشهد لأول مرة إعداد موازنة متوسطة تقدم لمجلس النواب وتمتد لثلاثة أعوام مقبلة.
على جانب آخر، أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وقررت اللجنة أن يظل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 8.75%، وعزى المركزي قراره إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5% في مارس وفبراير الماضيين، فضلا عن أن الاقتصاد العالمي يظهر بعض مؤشرات على التعافي. كما أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بجميع البنوك اعتبارا من اليوم ولمدة 5 أيام تنتهي يوم الاثنين المقبل بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء والقيامة المجيدة وشم النسيم. أكد المركزي أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك صباح الثلاثاء الموافق 4 مايو، كما أعلنت البورصة تعطيل العمل بالبورصة اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين المقبل على أن تعاود نشاطها اعتبارا من يوم الثلاثاء. والآن نذهب بعيدا عن السياسة والاقتصاد لنتعرف على كل جديد وطريف في جولة الكاميرا. قدمنا لحضرتكم أحداث 24 ساعة الماضية، شكرا لكم وإلى اللقاء.